إلى المجرة. هذا بصريح القرآن الكريم. وفي هذه الآية العظيمة وكأن الأمانة هي أعظم ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحملها لبعض مخلوقاته، رفضتها أو اعتذرت من الله أن تحمل هذه الأمانة وحملها الإنسان ثم قال سبحانه إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم أيها الإخوة عندنا ثلاث مراتب من الظلم: مرتبة ظالم، ومرتبة ظلام، ومرتبة ظلوم. مرتبة ظالم قد يأتي بالظلم مرة مرتين، ظلام يكثر عنده الظلم، ظلوم هذا صار بدمه بلحمه بخلقه بسلوكه بطبعه ليس بالفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، وإنما بسلوكه وبما هو سار في الطريق إليه فصار ظلوما. هذا أسوأ مرتبة في الظلم أيها الإخوة. الله يقول حملها الإنسان فكان ظلوما جهولا، في جاهل جهال في جهول. ويدل هذا أيضا على أن هذا الإنسان وصل في نظر الله سبحانه ونظر الله حق إلى مرتبة جهول. قد يقول قائل يعني كيف نفسر هذا الأمر ونسقطه على واقعنا؟ أيها الإخوة يجب أن تنتبهوا وأن أنتبه معكم إلى ما ورد في القرآن الكريم من خلال أو بكلمة ولفظ الإنسان. الإنسان إنسان، وأما المؤمن فهو إنسان آخر. الإنسان هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بألفاظ عدة: الناس، الأقوام، الأمم، كل هؤلاء إنما يدورون في فلك لفظ كلمة الإنسان. فالإنسان كإنسان، الإنسان كإنسان فطرته سليمة، الله جعل فيه الفطرة السليمة، الفطرة السوية الصحيحة. من الذي خربها؟ الإنسان نفسه. ومتى يستطيع هذا الإنسان